قسما بكل مدرج بدمائه، قسما بتراب الأرض ممزوجا دما، قسما بعزة شامنا وجلالها وجمالها، قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشآم بما أراد. أمير قطر، القصة الكاملة، الجزء الثاني. سيناريوهات أسباب التنحي. حسب وكالة رويترز للأنباء، يبرز سيناريوهان بخصوص مستقبل أمير قطر الحالي. الأول أن يتسلم الأمير تميم رئاسة الحكومة في بادئ الأمر، والثاني أن يشغل النائب الحالي لرئيس الوزراء أحمد المحمود المنصب عندما يتنحى حمد بن جاسم. الأمير تميم البالغ من العمر 31 عاما هو ثاني أبناء الأمير، والأول من زوجته الثانية موزة بنت المسند، وهو يعتبر مقربا من تيار المتشددين، وقد تبلورت سلطته مع إمساكه بملف الدفاع والتسلح ونيابة قيادة القوات المسلحة. من يسمع هذا الكلام يعتقد أن لدى قطر قوات مسلحة. يبدو أن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة قد شعر بأن ولي العهد الشيخ تميم بن حمد قد أصبح قادراً على تولي شؤون البلاد حسب ما يرى مؤيدون لسياسات أمير قطر، خاصة بعد تزايد نفوذ تميم خلال الأشهر الأخيرة، ما يعني أن انتقال السلطة أصبح شيئاً بسيطاً سيتعين خلاله على رئيس الوزراء حمد بن جاسم آل ثاني ترك منصبه. العديد من وسائل الإعلام الغربية تطرقت إلى ذلك. صحيفة لوبوان الفرنسية ذكرت أن أمير قطر يستعد فعلاً لترك السلطة قريباً، وأضافت أنه بات ميالاً لقضاء بقية حياته بعيداً عن الحكم، وأن تميم سيخلفه في السلطة. مجلة الإيكونوميست نشرت في عددها الأخير تقريراً موسعاً عن قطر وتوسعاتها الاستثمارية في العالم، وقالت أيضاً إن الأميرة سيسلم ولي العهد السلطة قريباً، لكنها لم تقل إنه سيسلمه السلطة لأنه مريض أو لأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد ترضى عنه. صحيفة الديلي تيليغراف تطرقت إلى هذا الموضوع وقالت إن أمير قطر سيسلم السلطة إلى ابنه خلال هذا الصيف، وأن شخصيات قطرية رفيعة المستوى أبلغت نظرائها الأجانب أن الوقت حان ليتسلم تميم قيادة البلاد، البلاد أي قطر، لافتة إلى أن الخطة تقضي أن تبدأ في نهاية الشهر الجاري، وأن يتخلى رئيس الحكومة حمد بن جاسم عن السلطة، وأن يعلن الديوان الأميري بعد أسابيع من ذلك تسليم الأمير حمد الذي يواجه منذ فترة مشاكل صحية لابنه ولي العهد تميم إمارة قطر. لم يقتصر الأمر على ذلك، خلال العام الماضي أفادت مصادر كثيرة أن أمير قطر يمر بحالة صحية ونفسية صعبة، وأن تميم بات جاهزاً لتولي مقاليد الحكم وفق الإرادة الأمريكية. قسماً بصادق وعدنا بطول الصبر أفرغه علينا الله أودع في ضمائرنا.